ينقطع الخبز، ما بدنا نبين على انفصام بالشخصية. إذا حكينا عن الانتخابات أو إنون انتخابات، رح يقولوا الناس طيب هو الشباب وين عايشين وين شو عم بحسوا شو عم يعملوا. إنما يلي ممكن ينفهم ليه عم نحكي بالانتخابات، لأنه إذا ما عملنا الانتخابات وبأسرع وقت ممكن، ما رح نقدر نتخلص من هالمنظومة يلي هي بيعملها عم بتأدي للي عايشينه اليوم. وبالتالي نحن الانتخابات بالنسبة إلنا هي شغلة كتير مهمة وكتير أساسية، مش معناتها عند الأولوية على هموم الناس، هي بدها تنعمل لحتى تحل هالهموم وتخلصنا من هالطبقة. وهون مسؤولية الناس بتجي، بأنه إذا الناس بعد كل اللي عم تمرق فيه ما بدها تخلصنا من يلي عم يعملوا فينا هيك، بدها تتحمل هي المسؤولية. عشان هيك أنا اليوم حبيت أعمل هالمقدمة لنشرح مقاربتنا كتكتل جمهورية قوية لقصة قانون الانتخاب. ومن هالمقاربة نحن كنا عم ندعي لانتخابات مبكرة، وإذا بدنا الانتخابات تصير بوقتها، وهيدا يلي شرحناه جوا، ما عنا حال ومنغلط إنه نفكر فينا بعد بالوقت القصير يلي لازم مبارح قبل اليوم نبلش نشوف شو منا نعمل بتسجيل الناس يلي برا ليقدروا يصوتوا، كيف منا نأمن المال، كيف منا نعمل هيئة الإشراف، كل هالمواضيع. أي تفكير بغير ذلك معناتها في تآمر على تأجيل الانتخابات. نحن يلي كنا عم نطالب بانتخابات مبكرة، ما منقدر، وهيدا كان رأينا اليوم، يكون عنا أي بحث إلا بالبدء بالتحضير والمتاح وإجراء على القانون الانتخابات الحالي. ومن هالمنطلق نحن كتكتل جمهورية قوية مصرين يبلشوا التحضيرات من هلأ، سواء بحكومة تصريف الأعمال أو بالحكومة يلي هي موجودة. اثنين، البعض يقول أو يمكن يقول رغم أنه مش متاح، وهذا موضوع خلينا نكون واضحين، أي حدا رح يطالب بي يقعد يدرس قوانين انتخابات جديدة، مع أنه نحن ببلد ديمقراطي كل واحد فيه يطرح اللي بده إياه، بده يعرف أنه قد يكون يساهم عن قصد أو عن غير قصد بعدم إجراء الانتخابات بموعده، ويلي هو مقتل للبنان وللبنانيين وليلي عم نمرق فيه. بس أنا بدي أضيف، وهيدا القانون يلي عملنا الانتخابات الماضية عليه أخذ 11 سنة درس، وهيدا القانون في آراء متعددة فيه. نحن من يلي بيعتقدوا أنه هيدا القانون متقدم ويؤمن صحة التمثيل، والبرهان أنه لأول مرة قدر يأمن أن يتمثل مكون لبناني لأول مرة، مع أنه عنده الحق بنص النواب أن يتمثل ب53 نايب هو ساهم بإيصالهم. إنما اليوم هالجدلية حول هالقانون إذا منيح أو لا، ونحن مؤمنين لو البعض بفكر إنه منه منيح إنه هيدا من أفضل القوانين التي يمكن اعتمادها، الوقت والبحث فيه لا يتيحان ذلك. ثلاثة، الجمهورية القوية تكتل تبع القوات اللبنانية تعتبر أنه المسار تبع تغيير الأمور واضح، انتخابات نيابية، إعادة تكوين السلطة، وضرورة السلطة يلي بدها تتكون من بعد ما الناس يشاركوا فعلياً ويكونوها وتكون سلطة جديدة. كل الأمور هلأ وبعدين قابلة للبحث، وأكيد تطوير النظام من خلال قانون الانتخاب، من خلال تنفيذ كل مندرجات الطائف، من خلال البحث مش البحث، اقرار يلي هي بالطائف اللامركزية الموسعة، كلهم مواضيع نحن حاطينهم بأولوياتنا. انما الأولوية الحالية هي اجراء الانتخابات، وهيدا التوجه يلي قدرنا توصلنا له اليوم، وهيدا كان طرحنا ولاقى يعني تجاوب من
بعد الكتل النيابية، بتصور نحن رايحين بهالاتجاه انه القانون الحالي يطبق. هلا اذا في بعض الشغلات التقنية يلي تتطلب تعليق مادة من هون او عمل تقني من محل تاني اكيد لازم نعمله ورح نعملهم، انما اليوم فينا نقول للبنانيين الانتخابات بموعدها، سنتصدى لكل محاولة لحتى ايا كانت التغيير بموعد الانتخابات، ورح نبلش نشتغل لتحضيرها لتكون انتخابات بأفضل طريقة ممكنة، انتخابات. وهون برجع بكرر دعوتي لللبنانيين، المسؤولية صارت بين إيديكم، نحن عم نعمل انتخابات بوقتها، عندكم كل الوقت، حكموا ضميركم، إذا ما غيرتوا السلطة المتحكمة ما رح نقدر نعمل نحن وياكم أي عمل، ولا أنتوا رح تقدروا تخلصوا من هالذل والتعتير يلي أنتوا عايشينه هلا. اطلاقا ابدا ابدا. انا قلت ست جويس، قلت بوضوح قد يقوم البعض عن حسن نية او قد يقوم عن سوء نية. انا بقول لك شغله، كتله الرئيس بري لكون عادل عم بتطالب بهالقانون صار لسنوات، اخر مره قبل الحراك قدموه وحصل ما حصل بنفس الجلسة إذا بتتذكري، وكان موقفنا. وبالتالي أنا عم أقول لأقطع دابر المحاولات من هلأ وطالع، خلاص هلأ خلينا نحط كل قدرتنا لنبلش ننظم الانتخابات وما نفتح باب لأي موضوع من هالنوع. هيدا القصد طبعا. جواب ست جويس، القرار منه لألنا، يعني احنا ما فينا نقرر لمين بدو يصوتوا الناس، الناس بدون يقرروا. وانا بقول لك شغلة، نحن بنطلب من الناس يعملوا التغيير المطلوب بالمنظومة الحاكمة، سواء هالأمر يخدمنا أو لا يخدمنا، ما حدا في يقعد اليوم لا بالصندوق ولا بضمير الناس ولا بصوتهم. نحن عم نقول الناس مدعوين للتغيير ولحتى كل شغلة عينه منا يغيروها، سواء تجي هالأمور. نعم أكيد، إذا بيلاقوا أنه نحن ما قمنا بدورنا أو شاركنا بالمحاصصة أو شاركنا بالفساد أو لا نؤدي الدور المطلوب منا، نعم أنا أدعوهم إلى تغييرنا بكل وضوح. هن عليهم يعملوا ضميرهم بميزان جوهرجي، الميزان تبعهم هو يلي بده يحكم المعادلة القادمة. جواب واضح أكيد، هيدا تحصيل حاصل، يعني نحن عم نطالب بانتخابات مبكرة، ولا ممكن نقبل أن نكون شركاء بتمديد ثانية، لا يمكن أن نستمر بالمجلس النيابي لثانية من بعد انتهاء مدته. بس هيدا مش كافي، أكيد رح نزيد، مش منستقيل من فل بوضوح لأنه خلصت المدة، منعتبر التمديد غير قانوني وغير دستوري، أبعد ما رح نتفرج، رح نستعمل الوسائل القانونية والوسائل الشعبية كلها مع كل أدواتها لنمنع أنه يبقى حدا انهار إضافي بالمجلس النيابي. بكرة الأيام ست جويس، ما هلأ طرحنا كل واحد بيقبل يقعد ثانية من بعد ما تخلص المدة، كل واحد أو كل واحد يحاول يطرح قانون تمديد أو كل واحد بيعمل أي تجربة تؤدي إلى التمديد رح ينفضح. مازال أنا إذا عم أقولكم أنه ولا حدا من زملاء النواب ونحن رح نبقى ثاني، يطلع كل واحد يلتزم بنفس الشيء معناته ما بقى فيه تمديد. شكراً.